الأول يعني بحييكم وبحيي المشاهدين، بحيي شعب مصر العظيم الذي قال فعلته، يعني قال كلمته بالفعل. يعني شكك الكثير في شعب مصر، هذا الشعب العبقري حمل حضارته وثقافته ودياناته وخرج ليقول كلمته. وأنا الحقيقة لما كنت بهتف في الاتحادية وأنا داخلة على الاتحادية الشعب يريد إسقاط النظام، فأحد أعضاء هذا الشعب الجميل قال لي الشعب خلاص أسقط النظام. فأنا عايزة أبدأ بالكلمة دي، إنه الشعب أسقط النظام، هذا الشعب بالمليونيات اللي طلعت أسقط النظام، بس لابد من استمراره. ودي الرسالة اللي بنقولها، ودي طبعا رسالة طلعت من امبارح من كل القوى الثورية، من شباب حركة تمرد. الشعب المصري يصمد في الشارع المصري باعتصام يتحول إلى إضراب عام، ده بافتراض أن اللي موجودين في الحكم ما اتعظوش يعني، ويستمر في الشارع. إذا بعض الناس قالت لك استمرارهم في الشارع مع استمرار يعني العنف من والعند من جانب النظام الحاكم، ده معناه ان عند هذه اللحظه في دور في الدستور وفي الاعراف وفي القوانين وفي الشرائع بيقول ان الجيش عليه انه يحمي الشعب ويحمي الدوله من الانهيار. يمكن عشان كده في اطار ده الاجتماع اللي حضرتك بتقوله، لان مش ممكن ان احنا هنصل الى مرحله انهيار دوله او اقتتال بين المصريين، وخاصه يعني انا كنت عايزه ابتدي بالتعازي للي سقطوا بالامس ضحايا، واحمل ذلك لمن بداوا بالعنف بميليشياتهم المسلحه. انا بحملهم دكتور ذلك. دكتور كريمه، هنتطرق لاعمال العنف وموجه العنف اللي حصلت امبارح، لكن كما يقولون المياه يعني تجري في النهر باستفاضة، يعني من الأمس وحتى اليوم أخبار كثيرة جدا، والنهاردة على وجه التحديد جاء استقالة 4 أو 5 وزراء، يمكن في حكومة هشام قنديل، وحضرتك أشرتي إلى فعلا بداية انهيار هذا النظام. ولكن هل المعارضة من وجهة نظرك وحضرتك يعني عضو في التيار الشعبي وجبهة الإنقاذ وعدد من الجبهات المعارضة، هل المعارضة برأيك قادرة على توحيد صفوفها وكلمتها في القادم؟ ليس أمام المعارضة المصرية غير توحيد صفوفها وتوحيد كلمتها وتوحيد قيادتها، وإذا لم تفعل ذلك ومن لم يفعل ذلك ليس من المعارضة الحقيقية، وسيكون خائنا لثورة هذا الشعب ولمطالب الثورة ولهذا الشعب وللشهداء. لماذا لم يتم هذا غير ذلك بعد 25 يناير؟ عديد من يعني ممكن يبقى في عديد من المشكلات. المهم ان احنا دلوقتي يبقى نسمو فوق كل حاجة، منها الذاتيات، منها مصالح، منها أشياء كثيرة، منها إنها ما خدتش فرصتها حتى هذه المعارضة إنها تنزل للشارع وتقوي نفسها، منها أسباب كثيرة. لكن الآن ليس أمامنا رفاهية وقت، رفاهية انقسام، رفاهية إن يبقى في مصلحة تعلو فوق مصلحة شعب وثورة. هذا الطوفان اللي بالأمس ينحني له أي إنسان في العالم وفي مصر معارضا كان أو غير معارض، الشعب المصري بالأمس علينا أن ننحني له الذي خرج علشان يقول كلمته، وعلينا أن احنا على قدر هذه الكلمة، قدر هذه الكلمة أن نبقى تعالوا إلى كلمة سواء. ما فيش حاجة اسمها، وأنا بقول أهو أي حد من المعارضة يخون هذا الشعب هو ليس من هذا الشعب ولا من طين مصر. دكتور كريمة، في طرح الدكتور عصام العريان أحد يعني قيادات حزب الحرية والعدالة بالأمس على صفحته على الفيسبوك، بيقول فيه أن قيادات المعارضة أو عواجيز المعارضة مستعدين أو بيستعدوا للانقضاض على مظاهرات الأمس أو على مظاهرات الشباب، شباب حركة تمرد، أول ما تنجح. تعليق حضرتك على هذا الطرح، خاصة أن قيادات المعارضة اللي هو بيقصدهم فعلا كان في اعتراض كبير جدا وتعليقات كتيرة جدا من قطاع عريض من الشعب المصري ان هو ما قدموش اي طرح او حلول جديدة خلال السنتين اللي فاتوا. طبعا انا هكلمك عن ده بالتفصيل، بس الاول بقول للسيد عصام العريان والقيادات، اين هم؟ اين هم الان؟ هم هيفروا، واللي منهم في الغردقة، واللي منهم في شرم الشيخ، واللي منهم خد اسرته، واللي منهم ودى اسره ودى امواله بره، هم ما معهمش حق،
هم عايزين يعملوا مشروعهم الخاص، علشان كده يفرون الآن ويتركون أولادهم اللي جابوهم وضحكوا عليهم وقالوا لهم تعالوا احموا الشرعية واحموا الدين. الأولاد دلوقتي محاصرين في جامعة رابعة، واللي كانوا في المقرات سابوهم سابوهم علشان يقتلوا ويواجهوا العنف، لأن هم اللي بدأوا بالعنف. أحب أقول له أن أنت اللي بتضحي بالولاد وبتضحي بالناس علشان مصلحتك. لكن لو هنتكلم عن القيادات المعارضة، نمرة واحد، يعني لو أنتوا فاكرين نرجع لورا كده لما حمل الكفاية قامت بقت بذرة وضمير وفكرة للشعب المصري وبقت ملك الشعب. حتى لما يقولك هو أنتوا تنظيم، يقول لهم لا، هو أنتوا موجودين بقوة إيه؟ بقوة هذا الشعب المصري الذي حمل الفكرة، والتي كانت مقدمة، لا أحد ينكر أنها مقدمة لإسقاط نظام مبارك. الآن الشباب اللي فجروا ثورة يناير وتقدموا المشهد وكان معهم كل الشعب المصري، ما فيش على فكرة ثورة بتنجح بطليعة بمجموعة شباب لوحدهم أو مفكرين لوحدهم. القوة الأساسية لثورة لتقضي على نظام وتجيب نظام تاني بتبقى الشعب المصري بكل فئاته، من أول ربة المنزل والعامل والفلاح وصاحب الأعمال، وكل الناس تبقى موجودة. هي دي اللي بتسقط، هي دي الملايين اللي خرجت. المعارضة كلها كام؟ ولا الطائرات الإسلامية كلها كام؟ يعني في الآخر هل الملايين اللي خرجت دي خرجت يعني كلها في أحزاب؟ لا، هو ده الشعب المصري. من هنا بقى المعارضة والقيادات لم تركب شيئا. ليه؟ لأن الفكرة اللي قام بها الشباب، واللي لحد الأمس من على منصة الاتحادية وقف شباب حملة تمرد علشان يقولوا احنا هنستمر وقدامك 48 ساعة يعني هو مش رئيس طبعا، هو راجل، انا بالنسبة لي مطلوب للعدالة، يعني هو ليس رئيسا للجمهورية، رئيس لجماعته، كلهم مطلوبين للعدالة بالجرم الذي ارتكبوه في حق الشعب المصري. ومن هنا الشباب هم اللي المرة دي بركة هذا الشباب المخلص، البذرة اللي رموها ببركة دم الشباب اللي موجود على أرض ميادين مصر طرحت هذه الحملة، بقت ملك لكل المصريين. لا أحد يستطيع أنه يقول أنه هو يعني كما يتوهم وكما يقول عصام العريان ونفسه أن يبقى فيه خلافات، أن يبقى فيه انقسامات، أن يجي زي ما أنت قلت العواجيز أنهم، أنا مش منهم، أنا من الشباب، أن يجي العواجيز يلموا على